يقول زوجتي تخرج إلى السوق وأنا لست راضيا عن ذلك، وهي تقول أنت ليس لك ذلك، فما حكم قولها وأنت ليس مني؟ قول هذا باطل، قوله هذا باطل، لأن لك تمنعها، ولا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، فإن خرجت بغير إذنه فهي عاصية، عليها أن تتوب إلى الله ولا تخرج إلا بإذن زوجها. نعم.